ارحموني منها. طبعا دي كلها هيتحاسب عليها قانون، طبعا كلها اتهامات كاذبه ان شاء الله باذن الله. باذن الله المره دي مش هرجع في كلامي، المره دي القانون هو باذن الله هو اللي هياخد مجراه. جدا يعني من اللي بيحصل، ومش عارف اقول ايه للناس. طبعا الناس عندها حق تزهق، بس والله العظيم ده مش انا، واديكم شايفين انا التصرفات دي يعني بريء منها تماما. بس ممكن يكون ده حصل عشان هي بقى لها يومين او ثلاثه بتحاول تتصل بيا بكل الطرق وانا رفضت. برضه تنزل دي وتكتب كده عليها بالازرق تحت تحويل مالي للزوج دي، وتقول ان انا قلت يعني في تحويل مالي للزوج، يعني حاجه من الاثنين، يا يعني انا لسه جوزها هي بتكذب على الناس، فاهم؟ يا اما بتكذب على البنك، يا اما هي بتدلعني بقى. يعني في حد هيكون مفتري على حد، او في حد يكون مثلا بيضغط على حد انه يدفع فلوس غصب عنه، التاكيد بسبب تحويل مالي للزوج. يعني انا مش عارف الصراحه، يعني مش عارف اقول ايه الصراحه. وعايز اعرف اللي بيقول سرقت خزنه وسرقت تحويل بنكي، سرقتهم ازاي بقى؟ كنت شبح جوه البنك باخد التحويل البنكي اسرقه، ولا الخزنه دخلت لبست ايه تكفى، دخلت بيت عند لبست ايه تكفى ودخلت سرقت الخزنه؟ وكل مره سرقه وكلام كلام، يعني استغفر الله العظيم يا رب، كلام يعني اقل بكتير من اللي علق عليه، اقل بكتير من اللي علق عليه بكتير. ده ايه شيخ مصر كل شويه اكثر خزنه، كل شويه اخد فلوس، كل شويه محدش قادر عليا. يعني ده يا جماعه انا تعبت، انا اللي بقى بستنجد بالناس وبستنجد بكل اي حد يقدر يساعدني حاجه زي كده. انا اللي تعبت، انا مستحمل اهانات ومستحمل حاجات بقالي سنين على حاجات كلها ما حصلتش، وعمري ما اشتكيت، وعمري ما اتكلمت، وعمري ما دفعت عن نفسي عشان خاطر يعني ما احطهاش موقف وحش، او ان انا اصلح ان هي كلام مش حقيقي. بس انا خلاص انا كده فات بير كيل وكده بقى بجد، كل حاجه هتتقال للناس زي ما حصلت بالظبط. ارحموني منها، ارحموني منها. تنجد مين يا رب؟ يا رب انا بدعي ربنا قدامك اهو، بدعي ربنا يا رب بعيد عني باي طريقه، انا مش عارف اعمل ايه. انا تعبت بجد، وسنين من الاهانات بستحملها، وسنين من الظلم بستحمله، قسما بالله ولا حاجه انا كنت بقولها صح. هو يا جماعه في حد يكون ضرب حد فاتح له دماغه كده ويروح نازل له عادي، وقبلها يكون حيله شعره ويروح نازل له عادي ويرجع له تاني؟ هو في حاجه اسمها كده يا جماعه؟ يقول لك عشان بيهددها بايه؟ اللي هي طلعت، اللي هي فضحته قدام الناس اقوى من اي تهديد. تهديد بايه؟ ايه اللي عندي اهددها بيه يعني؟ ده حقي، ده حقي ان انا بقالي سنين مش عايز اخده، وعمال يعني يتهف سمعتي وسمعه اهلي وسمعه. انا اسف يعني، معلش مع الفارق الكبير جدا 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 جدا. لا انا مش عايز اقول على نفسي كده، بس انا الحمد لله بتربي كويس ومن عائله كويسه جدا، ومتربي في اماكن كويسه جدا، ومتعلم في اماكن كويسه جدا، وبعرف ربنا سبحانه وتعالى، وقاري وكاتب وكل حاجه في الدنيا. يعني الباقي بقى يعني مش عارف اقول ايه الصراحه. اللي بيخاف ربنا ما يعملش كده.